اليوم لأول مرة بتلقى هيدا الخبر طمني. أوكي زعلت كتير شوي، لا كتير بس بيقولوا الكف اللي ما بيقتلك بقويك، فهيدا الكف رح يقويني. احضروني بالبرايم. توقعاتي للتصويت حنان بخلصها جمهور أكيد، ويا أنا يا سعد بيخلصونا أصحابنا، ما بعرف يعني حس إنه رح نوصل لتعادل، ما بعرف يعني هذا الشيء مقلقني شوي، بس شو ما كانت النتيجة أنا رح ضل مصممة على حلمي. كوكتيل بوزيتيف من هذا الموضوع إنه أنا نوميني، إنه هذا الشيء بيعطينا مثل حدا عم بيوعينا، يعني خلص قوم اشتغل وعا مش عم تعطي مثل ما لازم، يعني شيء هيك جواتي عم بيقلي فرجي مين شانتال مزبوط، فرجي انه شانتال ما لازم تكون نومينة، شانتال لازم توصل للفينال مش تكون نومينة. ايه وفي شغلة كمان بوزيتيف انه اليوم اللوك تبعي رح يتغير لكل حدا بيحبني، لكل حدا بيدعمني، لكل حدا واقف حدي وبده ياني ابقى، بليز صوتوا لي على رقم واحد ودعمكم هو قوتي. لكل اللبنانية ولكل العالم بالعالم العربي اللي بحبوني بدي اقول لهم لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع تزين سما بيروت، وانا رح ارجع.